في الحقيقة الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية بالتحديد الخميس الماضي أعلنت انتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق، ولكن شددت على أن القوات باقية وهي ما يزيد عن 1500 عنصر مقاتل من القوات الأمريكية من مختلف الصنوف. هذه القوات أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستكون بمهمة استشارية، أي بمعنى آخر إنه لم يجري أي انسحاب حقيقي ولم يخرج أي جندي أمريكي من الأراضي العراقية، أي بالعكس إنما القوات باقية والقوات موجودة للمشورة وللتدريب ولإعطاء النصح للقوات العراقية. كما أكد البنتاغون أن القوات الأمريكية الموجودة في العراق هي بصفة استشارية، ولكن أنها لو تعرضت لأي تهديد أو أي تهديد قد يلوح بالأفق للمصالح الأمريكية في العراق فإنها ستكون جاهزة للهجوم والرد على أي شيء يمس المصالح الأمريكية. هذا ما جاء بالبيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس. نعم مأمون، يعني ما هي مجالات عمل القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في الأراضي العراقية بعد تحويل مهمتها إلى استشارية؟ نعم، القنصل الأمريكي في أربيل أعلن مساء أمس أن القوات الأمريكية المتواجدة الآن بصفة استشارية سوف تبدأ الكثير من العمليات المشتركة مع الجانب العراقي بشكل مدني وليس عسكري. القوات الأمريكية سوف تبدأ في عملية بناء مخيمات للنازحين في مختلف المحافظات العراقية وبالاشتراك مع حكومة إقليم كردستان. وقد قال القنصل الأمريكي في أربيل أيضا في هذا التصريح إن الإدارة الأمريكية لها تفاهمات معينة مع حكومة السيد مصطفى الكاظمي أو أي حكومة أخرى. الإدارة الأمريكية دائما تشدد في أي بيان يخص العراق أن العراق يربطه مع الولايات المتحدة اتفاقية الإطار الاستراتيجي المشترك والتي هي الأرضية الصلبة التي يستند عليها الجانب الأمريكي في تواجده أو إداء مهامه أو المساعدة في العراق. القوات الأمريكية أيضا سوف تتوجه في القريب إلى عمليات التدريب المدني، تدريب مهني للطلبة، تدريب مهني في الجوانب المختلفة الاجتماعية الاقتصادية الإعلامية. هذا ما قاله القنصل الأمريكي في أربيل.